مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. أخبار اليوم: ماذا كان كشف من علاقات مريبة للوزير السابق بن عبريط مع ترطاق وبوتفليقة والوزير طمار وشبهات فساد ثقيلة؟ ومسؤولة تعترف ضدها وتتسبب في انهيار وسط مال بن عبريط بالاعترافات. أولا، كشفت صحف محلية بينها الأوراس عن شبكة علاقات بن عبريط أهمها مع الجنرال ترطاق وسعيد بوتفليقة، حيث كانت مقربة منهم جدا وفق ذات المصادر، بالإضافة للأهم وهي علاقتها مع الوزير السابق المسجون حاليا عبد الواحد طمار المتورط في قضايا فساد ثقيلة. وتم استدعاء بن عبريط للمحاكمة هي أيضا حينها، حيث كانت حاولت الدفاع عن نفسها والتملص من المسؤولية، مع العلم أن الأخيرة وفق صحف محلية هي ممنوعة من السفر خارج الجزائر. هذا وقالت بن عبريط أثناء استجوابها في قضية طمار حينها الآتي، مؤكدة أنها تعرفت على طمار كزميل لها في حكومة أويحيا حينها، نافية وجود علاقة بينهما وفق ذات المصادر. كما نفت المتحدثة للقضاء أن تكون قد توسطت لدى طمار خلال توليه منصب والي ولاية مستغانم لفائدة شركة عبد الحميد بن باديس من أجل الحصول على قطعة أرض لإنجاز مشروع مدرسة. بذلك تكون بن عبريط قد نفت أقوال المكلفة بالاستثمار بديوان والي مستغانم أمام قاضي التحقيق. واستغربت المتحدثة لدى مدولها كشاهد أمام قاضي التحقيق في الغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي محمد من تصريحات المكلفة بالاستثمار بديوان والي مستغانم. وقالت فاطمة وفي تصريحها معترفة أن بن عبريط تدخلت لصالح إسماعيل ميم لتقنع طمار بإعطائه قطعة أرض إنجاز مدرسة، في حين أنكرت نورية بن عبريط هذه التصريحات جملة وتفصيلا، مبدية صدمتها الكبيرة من اعترافات الأخيرة ضدها، إذ ورطتها بالاعترافات والتفاصيل التي ذكرتها ضد بن عبريط. وكانت فترتها الوزارية عرفت تسييرا كارثيا ورديء بجانب خرجات غريبة واستفزازية للطلاب، فما السر وراء تأخر محاسبتها وهل سيتم ذلك قريبا؟ وما الملفات المنتظرة للتربية والتعليم نورية بن عبريط التي لا تزال تصنع الحدث بتساؤلات كثيرة حول تأخر مساءلتها، رغم وجود ملفات مشبوهة تحوم حولها تعود لفترة توليها منصبها في الوزارة؟ أولا، والبداية مع منظمة أولياء التلاميذ التي قررت مؤخرا مقاضاة الوزيرة السابقة نورية بن عبريط ورفعت دعوى قضائية ضد الأخيرة بتهمة الفساد المالي والتربوي، إضافة لتهمة أخرى ثقيلة وهي الخيانة العظمى للوطن، مع العلم أنها كانت حولت منع الصلاة في المدارس وجدل كبير حول الحجاب وخاصة النقاب بتضييق مرعب على كل ما هو ديني، إلى درجة حذف البسملة من الكتب الدراسية، وتم إعادة البسملة والسماح بالصلاة في المدارس بعد إبعادها من منصبها، أين احتوت العريضة على 22 قضية كاملة وثقيلة تمس المدرسة الجزائرية بصفة خاصة والمجتمع الجزائري بصفة عامة. كما أن رئيس منظمة أولياء التلاميذ عند رفعه الدعوى القضائية لم يرفعها ضدها فقط، بل حتى ضد كل مستشاريها معها أيضا. بداية ومع عودة رجل الأعمال السابق طحكوس للمحاكمة باقتياده من الحبس على ملفات جديدة وثقيلة، سأل القاضي طحكوت عدة أسئلة وجهه بالأدلة، ثم خرج القاضي بمفاجأة كثيرا أربكت طحكوت وصدمته، حيث حدثه عن ملايين الدولارات التي تسبب في نهبها بتزوير الفواتير، ثم حدثه عن زوجته التي انفصل عليها والمتواجدة في فرنسا، حيث فجأه بالقول له: يا طحكوت، ما هي علاقتك بالمدعوة فيروز باء؟ ليرد طحكوت بالقول: ما عندي حتى علاقة معها. ليرد القاضي بدوره بالقول: بلى، عندك ابنة معها اسمها جاسمين. ثم أجاب طحكوت المرتبك بالقول: نعم، ولدت في فرنسا. وقال القاضي: متى تفارقت معها؟ طحكوت قال: في سنة 2005. القاضي: ما هي الوظيفة التي كانت تمارسها هذه باء فيروز؟ طحكوت: كانت موظفة في الشركة وبعدها انتقلت إلى ممارسة التجارة. القاضي: فيروز هذه تملك على عدة حسابات بنكية بالعملة الوطنية والصعبة، على غرار حساب فيه 350 ألف أورو و 47 مليون سنتيم، وحساب آخر ب 303 ألف أورو، ما هو مصدر أموالها؟ ليجيب طحكوت بالقول: والله ما عندي حتى علاقة بدرهمها. القاضي: وماذا عن 4.5 كيلوغرام من الذهب التي تم العثور عليها في خزانتها الفولادية؟ ورد طحكوت بالقول: ما عندي أي علاقة بهذا، فأنا انفصلت عليها وما عندي ما دخلني. أما وبخصوص اعترافات طحكوت بكون أولاده كانوا يتقاضون أجر 200 مليون سنتيم شهريا، فقد قال وكيل الجمهورية بخصوص الشركات والشقق المتواجدة بفرنسا: كنت مستثمر وعندك استثمارات، كان لابد من التصريح بممتلكاتك طبقا للنظام البنكي. ليرد طحكوت الذي تم إحراجه بقوله: لا أريد الجواب على هذا السؤال.
ثم قال وكيل الجمهورية ورد بخصوص الشركات المسجلة والشقق والعقارات المتواجدة بمدينة نين في فرنسا والقانون الجزائري يحد على المستثمرين في حالة الرغبة في امتلاك الاستثمار في الخارج، كما لابد أن يصرح لدى بنك الجزائر ورخصة من البنك ليرد تحكوت بالقول أن خسائر بملايين دولارات للخزينة العمومية ثروته فقط الخيال وكون إمبراطورية ضخمة الأخير، ومع محاولته إنكار أن الطائرة الخاصة التي قيمتها بآلاف الملايير ملك له وكيل الجمهورية صدم تحكوت بالأدلة ونتائج التحريات، حيث أن محي الدين تحكوت الذي فقد أعصابه وأصابته نوع من الهستيريا هو يردد عبر سكايب مباشرة من زنزانته عبر سجن بابار بخنجلة بالقول أنا خطيني أنا خطيني بأعلى صوته، خاصة مع مواجهته بالأدلة حول الطائرة الخاصة وكذا أسطول السيارات التي خبأها وأمر من داخل السجن بإخفاء أكبر جزء من ثروته مع بدء عمليات المصادرة لكل أملاكه وأملاك عائلته. القاضي استاد تحكوت أثناء محاكمته بالقول أنت قمت بتأجير طائرة من نوع جيت فوربي، ليجيب تحكوت نعم ماشي تاعي كريتها، القاضي أجرتها باسم من؟ تحكوت باسم شركة تي ام سي، القاضي أين تتواجد هذه الطائرة حاليا؟ تحكوت لا أعرف أدها مواليها، ليتدخل وكيل الجمهورية بالقول لتحكوت لا تكذب، الطائرة الخاصة مسجلة باسمك ولم يتم تأجيرها وهذا ليس كلام بل هي نتائج تحريات وتحقيقات الإنابلس القضائية بماذا ترد؟ تحكوت أنا أجرتها طائرة الخدمة وليس لوكس فهي من أجل العمل فقط، أنتقل بها رفقة الأجانب إلى مناطق الدير التي استثمرت فيها على شكل تيزمسيل وتيارت وغيرها والعالم أجمعين يخدموا بالطيارات، عندي أفارقة وكوريين وأمريكيين وغيرهم ينتقلون معي، ليؤكد وكيل الجمهورية بالأدلة أنها لتحكوت ولم يؤجرها كما يدعي وفق تحري. أولاً رجال الأعمال والوزراء المحبوسين في قضايا الفساد بأحكام طويلة لم يستطيعوا التأقلم حتى الآن مع تغير حياتهم كلياً على إثر انتقالهم من حياة السلطة والرفاهية إلى حياة زنزانة والأكل العادي، العديد منهم عبروا عن عدم تأقلمهم وأنهم يعانون من كل الجوانب لأنهم فقدوا كل الامتيازات، وآخر خرجة مثيرة للجدل هي من محي الدين تحكوت الذي كون ثروةً بملايير دولارات وتسبب في خسائر فادحة للخزينة العمومية والاقتصاد ونهبه فاق الحدود. الآخر ومع تراكم قضايا الفساد والأحكام عليه خاصة مع حبس عائلته معه وتجريده من كل الثروة التي كونها بالنهب وكذا فتح ملفات جديدة أثقل وصدم بها بعد أن عاد للمحاكم مجددا من الحبس، الآخر حاول استعطاف القاضي ويحاول الضغط عليه وعلى إدارة السجن وذلك بإعلانه أنه في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما يتعرض له، حيث بدأ في النوح والقول للقاضي يا سيد الرئيس أنا دخلت في إضراب عن الطعام، لم أذق الطعام منذ 3 أشهر، عائلتي كلها في الحبس، لماذا هذه الحجرة؟ شوه سمعتي وسمعة كل من له علاقة بمحي الدين تحكوت، بل الأكثر من ذلك الحجرة. شوه سمعتي وسمعة كل من له علاقة بمحي الدين تحكوت، بل الأكثر من ذلك تهموني بتهم أكبر بكثير، وأنا من عائلة طورية ومن المسلمين.